مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. كل سنه وحضراتكم طيبين. عيد الميلاد المجيد عيد لكل المصريين. في مصر بس ما بتعرفش هو العيد ده عيد الميلاد ولا عيد الاضحى ولا عيد الفطر ولا عيد القيامه، وما بتعرفش كمان اللي بيحتفلوا في الشارع هو محمد ولا جرجس، لأن مصر الأعياد الدينية فيها هي عيد لكل المصريين. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد الميلاد المجيد، بنحتفل كلنا بعيد الميلاد المجيد. وحلقة النهاردة هتبقى حلقة مختلفة جدا، لأننا هنتكلم عن حاجات كتير جدا مع الدكتور يؤنس كمال، الكاهن بمطرانية الجيزة وأستاذ الفلسفة في اللاهوت، لأنه هيكلمنا عن الصيام، وهنتكلم عن التسابيح، وهنتكلم كمان عن معجزة ميلاد السيد المسيح. فحلقة خاصة جدا النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الميلاد المجيد. اسمحوا لي أرحب بضيفي الدكتور يؤنس كمال. أشكرك يا دكتور. كاهن بمطرانية الجيزة. أستاذ سنة وحضرتك بألف صحة وخير وسعادة. أنت بالصحة والبركة تعيش. النهاردة لازم نتكلم عن العيد، بس قبل ما نخش في العيد، حضرتك 4 دكتوراه، دكتوراه في الفلسفة، ودكتوراه في اللاهوت، ودكتوراه في التاريخ، ودكتوراه في ايه كمان يا دكتور؟ الحضارة. وفي الحضارة أصعب حاجة بقى بالنسبة لحضرتك كانت ايه يا دكتور يؤنس؟ الفلسفة. الفلسفة هي صعبة. بس أنا كان البحث بتاعي كان الحضارة الشرقية والحضارة الغربية. فأنا طبعا كنت نصير للحضارة الغربية. لأن الفلاسفة الغربيين مثمرين أثرونا. يعني أبرزهم واحد توما الإكويني، عمل حاجة اسمها إيه؟ مجموعة كتب عجيبة جدا عن المسيح. 7 أجزاء. بمناسبة الكتب، حضرتك عندك 14,000 كتاب فعلا في البيت؟ مكتبتي ايوه 14,000 كتاب. انا مريض بالكتب. كلها حاجات دينية ولا لا؟ مش يعني فيها تاريخ وفيها فلسفة وفيها حضارة؟ ما في حاجات بيجينا هدايا. يعني الإمام الأكبر أهداني مجموعة تفاسير القرآن الكريم. الشيخ أحمد الطيب. ايوه. ده والدي. الشيخ أحمد صديق شخصي لحضرتك. والدي. والد حضرتك. عرفت ان حضرتك اللي سميت حفيده. ايوه مش كده؟ سميته حبيب. حبيب عشان ابن اسمه محمد. حبيب. حبيب محمد. مين حبيب محمد؟ احمد الطيب. كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وحضرتك بألف صحه وخير وسعاده. لازم نتكلم عن الصيام والتسابيح ومعجزه الميلاد. خلينا نتكلم الاول في الصيام. او الصيام هو اول وصيه اعطاها الله للانسان. كويس. ما قالوش صوم عن اللحم ولا صوم القطاع. قالوا من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا هذه الشجرة، شجرة معرفة الخير والشر. فكان صوما نباتيا. عشان كده الكنيسة بتركز على الصوم النباتي. صيام عيد الميلاد بيختلف عن صيام عيد القيامة، مش كده يا دكتور؟ اي نسميه صغير، المادة اسمه صغير. لكن الصوم التاني اسمه صوم كبير، صام المسيح نفسه. ليه بقى بنسمي الصغير والكبير؟ عشان المده نفسها قصيره؟ لا، الصوم الصغير مسموح فيه باكل السمك. مسموح فيه باكل السمك. لكن الصوم الكبير ده انقطاعي. ايوه. ما فيهوش سمك. لا، والصيام فيه بيقول فتره انقطاع فيه بتبقى لاخر النهار. صوم رمضانيا. صوم رمضانيا. ايوه. لكن مدة صيام عيد الميلاد أقصر من صيام 43 يوم. 43 يوم. أيوه. وهم عبارة عن 3 صيامات في صوم واحد. 3 أيام بتوع نقل الجبل المقطم. إن في أيام الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كان فيه وزير يهودي اسمه يعقوب بن كلس. عمل وقيعة بين البابا أبرام وبين الخليفة. قالوا النصارى عندهم إيه؟ بتقول لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل. حبة خردل الأصغر أنواع الحبوب. لو كان لكم أنتم تدخلوا الجبل من مكانه. فقالوا لو كانوا النصارى هكذا يوسعون البلد شوية. عشان الجبل كتم على البلد.
فبعد جبل بابا عندكم الايه اللي عندنا، قالوا تقولوا لنا الجبل والا. فالبابا جمع المطارنا في كيس المعلقه وصام 3 ايام اللي احنا بنصومهم مع صوم ميلادي. وصاموا 3 ايام، في اخر ال3 ايام ست العزه ظهرت له من صورها، اثارها موجوده في العمود لغايه النهارده. في المقطم. ايوه في كيس المعلقه. الصوره اللي اتكلمت منها البابا، البابا من كتر ال3 ايام ساخ واغمى عليه، فجات له في اللاوعي يعني. دكتور، عشان كده صيام عيد الميلاد بيتقسم مش كده؟ ايوه. ويسمى الصيام الصغير. ويسمى الصيام الصغير. أيوه. على اساس انه عيد القيامه هو الصيام الكبير. ومدته قد ايه؟ حضرتك قلت عيد الميلاد 43 يوم. الكبير الثاني 55 يوم. 55 يوم. عباره عن 40 يوم صامها المسيح. واسبوع الام. واسبوع استعداد بقى او بدل ثبوت. بس ما فيهوش سمك بقى. لا. ما فيهوش سمك خالص. ومدته اطول طيب يا دكتور؟ عشان اسمه الكبير. عشان كده اسمه الصيام الكبير. التسابيح بقى. التسابيح عندنا موسيقى الكنيسة 5 انواع. في تسابيح اسمها كيهكية. اللي احنا بنعملها دلوقتي شهر كيهكي ده. ده شهر مريم المديح للعذراء كلها. وتبقى السهرات فيه للصبح في الكنيسة. يعني كل سبت بسهر للصبح. كويس. ايوه. ده الكياك. ايوه. وفي السنوي اللي على مدار السنه يعني، وفي الحزيني في الجنازات واسبوع الاعلام، وفي الشعانيني في عيد الصليب وفي عيد الشعانين. دكتور يؤنس، بالتاكيد كمان لازم نتكلم عن معجزه ميلاد السيد المسيح. ده كان موضوع استغراب العذراء نفسها. لما الملاك بيقول لها جبرائيل بيقول لها تحبلين وتلدين ابنها، قالت له كيف هذا؟ وانا لست اعرف رجلا، لست اعرف لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. انا بنت، ما حصلش ان في بنت خلفت. قال لها الروح القدس يحل عليكي، زائد قوه العقل تظللك، تساوي المولود منك يدعى ابن الله. فكل مشكله لها حل. الله متى شاء فعل. يقول شيء كن فيكون. صحيح. عايز اتكلم عن العلاقة اللي بين حضرتك وبين الامام الاكبر الشيخ احمد الطيب، وحضرتك قلت ده ابويا. العلاقة ابتدت من سنين كتير. انا اصلي في بيت العيلة. عضو بيت العيلة. كويس. بيت العيلة المصرية. ايوه. وهو رئيس بيت العيلة. ايوه. عشان كده العلاقة قوية يا دكتور. ايوه. هو انسان على خلق، ويكن للكنيسة كل احترام، وقريب للقلب هو. بتنبسطوا لما بتقعدوا مع الشيخ احمد طيب في بيت العيله يا دكتور يونس؟ يعني الروح اكيد بتبقى جميله. هما كلهم مجموعه، والشيخ علي جمعه راجل محترم. ايوه. والشيخ احمد كريمه. ايوه. كلهم مجموعه رائعه. عشان كده هنحب الازهر، لان الازهر وسطي. ايوه. لا يمينه ولا يساري. بتنبسط لما حضرتك تبقى ماشي في العيد زي ما قلنا، اي عيد بقى، عيد قيامه، عيد ميلاد، عيد اضحى. ارجع لكلمه يعني ايه عيد؟ يعني ايه عيد؟ نحن نعيد الذكرى. نعيد الذكرى. المسيح مش هيتولد من تاني. المسيح اتولد وخلاص. ايوه. لكن نعيد ذكرى المسيح. ايوه. عيد مولد النبي. النبي مش هيتولد من جديد. أي. لا، نحن نعيد الذكرى. ايوه. هي عد الذكرى. نعيش فيها. نتمتع بنفحاتها يعني. طيب حضرتك طالما دخلتنا في التاريخ بقى، ما حضرتك قول لنا حاجه كده عن تاريخ القاهره مثلا، باعتبار حضرتك معاك دكتوراه في التاريخ. هقول لك. اتفضل. زمان لما عملوا محطه مصر. اللي هي في رمسيس. ايوه، عملوها الانجليز. ايوه. ايام محمد علي. ايوه. وكان السعاده ينتظروا القطر بالساعات، فكان يجيب لهم حمى وبأس حقيقي. فالملكة نزلي صعب عليها، عملت عمدان حديد وسقفتها بالخوص. ايوه. يسموها السباته الصعيده. ايوه. هات بس فين يا جرجس، هات بس فين يا محمد يجري تحت السباتيه.
بقت السبتية لغايه النهارده. بقت السبتية. ايوه هي السبتية دي. السبتية اللي هي السبتية اللي احنا بنقول عليها السبتية. ده التاريخ جميل قوي يا دكتور يؤنس. جدا. لا خد التاني ده. اتفضل. شارع الفجالة. الفجالة. كان مزروع فجل. كان مزروع فجل. اي كان يبيعوا الفجل هناك. عشان كده سموه الفجالة. شارع اي شارع بتوع الفجل. ايوه. بعد كده شارع الكتب. ايوه. دلوقتي شارع السيراميك. ايوه. صحيح. ايوه. الدنيا بتتغير. صحيح. حضرتك بالتأكيد كل الأعياد بنحبها وكل الأعياد قريبة لقلبنا، بس أقرب حاجة لقلب حضرتك إيه يا دكتور في الأعياد؟ كل عيد له امتيازاته. ميلاد المسيح المعجزة الكبرى، الرئيس السيسي عمل لنا كاتدرائية في العاصمة الإدارية اسمها كاتدرائية ميلاد المجيد، دي ما حصلتش في التاريخ. صحيح. يعني طبعا من هنا تحية للرئيس السيسي، ربنا يثبت أقدامه ويطول عمره. وحرص سيادته انه يبقى موجود دايما في طبعا العيد. طبعا العيد بيبقى له بهجة خاصة. حضرتك بتنبسط في عيد القيامة زي عيد الميلاد ولا في عيد القيامة أكبر أكتر؟ بلا شك القيامة أكبر. القيامة أكبر. أيوة. الحقيقة 7 يناير تاريخ مهم جدا. و احنا بعيد 7 يناير. احنا بعيد 29 كيك. ايوه. 25 ديسمبر. ايوه. بعيد الخوارج 25 كريسماس 25 ديسمبر. واحنا 7 يناير 13 من دول سببهم 17 ثانية. والتاريخ العربي متحرك. يعني السنة القمرية متحركة حسب استطاع الهلال. ايوه. بدليل تمر النبي مر يجي في الصيف مر يجي في الشتاء. صحيح. رمضان بيتحرك. التقويم. صحيح. هذا احنا علم عندنا علم في كليه اللي هو اسمه علم الاوقطي وعلم حسابات التقويميه. كليه اللاهوت صعبه يا دكتور؟ هي بتدرس كل حاجه حتى القران بندرسه فيها. حتى القران بتدرسه. أيوه. في كليه اللاهوت. مع اختلاف الاعياد لكن بنفضل كلنا بنعيد مع بعض، كلنا بنبقى زي ما قلنا ما بنبقاش عارفين في الشارع في العيد مين محمد ومين. الأعياد وجدت للإنسان. أين كان الإنسان عقيدته؟ أين الإنسان مليته؟ أين مكانه؟ هي الإنسان يعيد الذكرى. أيوه. يتجدد معها. هو ربنا بعت الأديان ليه؟ مش لأجل سعادة الإنسان؟ من اول ادم لغايه النهارده ربنا بيسعى لسعاده الانسان. حتى عمل المسيح نفسه نسميه عمل الفداء من اجل خلاص الانسان. بتحس حضرتك، وانا عارف ان حضرتك من شبرا والاحياء الشعبيه الجميله اللي في مصر، بتحس فيها بالعيد اكتر؟ شبرا يعني عزبه. ايوه. كلمة شبرا كلمة مصرية قديمة. جبنا شبرا منت وشبرا خيط وشبرا هور وشبرا الخيمة. وشبرا بلس. ايوه. شبرا يعني عزبة. طيب في شبرا بقى حضرتك بتحس بالعيد أكتر، خاصة إنه الحقيقة في شبرا وبيوت شبرا تحس حضرتك كده في العيد الأعياد. لا أحس بالعيد خارج الكنيسة. العيد جوه الكنيسة. والصلاة. هو ده العيد. واللي خارج الكنيسه؟ خارج الكنيسه دي احتفالات. احتفالات شبرا بتشوفها ازاي يا دكتور؟ يعني هي برضو ملحمه شعبيه زي ما انت بتقول. كانوا زمان بيقولوا فيه طبق الدوار. ايوه. اللي في الاعياد دايما بيبقى موجود، يطلع بلحمه ينزل ببسكوت وكيك وكحك. ده موجود لسه في شبرا مش كده يا دكتور يؤنس في العيد؟ موجود في الصعيد. موجود في الصعيد. حضرتك من الصعيد؟ انا من ملاوي. من ملاوي. ملاوي كلمه مصريه يعني مخزن كبير. يعني مخزن كبير. التصغير بتاعها بوتيج، بقت ابو تيج. ابو تيج اللي خلوها الخواجه خلوها بوتيك. بوتيك يعني محل صغير. اللي هي بوتيج بقى عندنا. ايوه.
في الصعيد موجودة أكتر مش كده يا دكتور؟ أيوة. الناس تجامل بعض في الصعيد. يعني أنا وأنا صغير كانت أمي لو ربنا بعت لنا مثلا كيلو لحم ولا رطلين لحم زي ما كنا بنقول في الصعيد. أيوة. لما تطبخ كانت تقول لي خد عمك إبراهيم الخياط الراجل اللي مراته ماتت من شهرين يلا روح ودي له الطبق ده. راح أقول له عم إبراهيم قوم سلم عليك وبعت لك الغدا. أيوة. كانت الناس تود بعض. موجود لغاية دلوقتي في الصعيد. أيوة. كده موجود. أيوة. الطبق الدوار اللي دايما. أيوة. بيدور. أيوة. في البيوت وفي شبرا برضو مش كده يا دكتور يونس؟ موجود لسه موجود. ايوه حضرتك قلت موجود اكتر في الصعيد لكن موجود ايضا في شبرا وفي الاحياء الشعبيه الجميله المصريه. الصعيد في اماكن صعب انها تتغير. ما تتفرجنش على اصلها. ايوه الاحتفالات زي ما حضرتك قلت العيد داخل الكنيسة. ايوه بيبقى قبل العيد بيوم مش كده؟ يعني ليلة العيد. ليلة العيد. ايوه السهر بيبقى في الكنيسة لغاية الساعة كام يا دكتور يونس؟ لغاية اليوم الجديد. لغاية يعني بتعدي الساعة 12؟ ايوه بعد 12. ايوه كويس. وبعدين الاحتفالات بقى زي ما حضرتك قلت. ايوه ممكن انا ما اروحش مثلا لو انا كمسيحي ممكن ما اروحش الكنيسه في العيد ولا لازم اروح الكنيسه؟ هو المفروض هو صايم يختم صيامه بالصلاه ليله العيد ويمارس طقوس الكنيسه واسرارها يعني يتناولوا كده. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة عامة، أي صلاة بتقرب بين العبد وبين ربنا بالتأكيد. الصلاة هو صلة، هي صلة. أيوة كويس. والصلاة خير من النوم. والصلاة خير من النوم، صحيح. ده أيوة. في الفجر. أيوة قبل الفجر. قبل الفجر صح. أيوة. حضرتك دقيق قوي يا دكتور يونس، والدقة دي علمتها حضرتك التاريخ ولا أنهي دكتوراه في الأربعة؟ الممارسة. 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 يعني حتى نعلم ولادنا، يا ولد عايز تصلي ربنا ما تقومش على رسول، اسمع حاجه، هيئ نفسك، فالصلاة خير من النوم، ده نوع من التسخين قبل الصلاه الفجر. عشان الانسان بيقوم يصلي الفجر يبقى ايه، مهيئ. مش يقوم النوم يسجد لربنا، لا، يسمع حاجه، يقرا له حاجه، يدندن في حاجه، يهيئ نفسه، يعني يقرا له بقى. أيوة. حضرتك 14,000 كتاب في مكتبه حضرتك في البيت، اكتر حاجه حضرتك بتحب تقرا فيها ايه؟ الادب. الادب. كنت اقرا الاستاذ ابراهيم المصري. ده كان اديب زي توفيق حكيم كده. وانا لما مات ما كنتش عارف انه مسيحي. عرفت من الجرايد. توفى ابراهيم المصري، والجنازه في الكنيسه المرقسيه في لازفاكيه. حضرتك عرفت بقى انه مسيحي لما اتقال الجنازه في ده. انا قريته كله كتب تقريبا. اصله كان راجل اديب مدقدق. عارف يعني مدقدق؟ يعني جامد. يعني ايه؟ قوي. هو كان قصصي. وانا هو قصص. كان يقول لك ايه؟ دوا صيته، دوى صوته في الاعالي، وهو يصيح يقول صلح وابور الجهاز. وعم حنفي سمع صوتا في الاعالي، اطلع يا مدهول. عارف يصور لك الاحداث كده كانك عايش فيها. ايوه دكتور يؤنس، حضرتك بتنبسط اكيد بالصلاه في العيد طبعا، في الكنيسة، ومظاهر العيد بقى اللي حضرتك بتقول عليها بتشجع أولادنا عليها أنهم يخرجوا وينبسطوا في العيد؟ أنا ليا طقس خاص. يعني لازم أزور معهد الأورام في يوم العيد. بتزور معهد الأورام؟ أيوه. بيبقى في عيال مسيحيين ظروفهم مش قادرين يروحوا لأهاليهم. محجوزين في المعهد يعني. مش قادرين يروحوا. فأروح أخد أسمائهم وألف عليهم، أعيد عليهم، اقدم لهم وجبه صغيره كده، ومعاها كده قد ايه؟ 10 15 جنيه جديده. تعيد عليهم. اعيد عليهم. يعني ده بيبقى الساعه كام يا دكتور يعني؟ الساعه 2 ونص، من 1 ونص ل 2 ونص. وقت الظهريه، عشان اللي بعدهم ده غدا. تحسسهم بالعيد. اللي بعدهم ده غدا. وتحسسهم بالعيد. طبعا. اصل انا هم بيقولوا لي ابونا. ما كانش ابوهم يحس بيهم، مين هيحس بيهم؟ صحيح. ودي دعوة جميلة، يا ريت كلنا في الأعياد نروح المستشفيات ومعاهد الأورام ونحس بالناس. وكنت لفترة يمكن 10 سنين عدت كنت أروح أزور السجون يوم العيد. برضه لو في حد مسيحي أروح أدور عليه، لو في حد يعني أنقنق كده. خلاص العيد عمل رحمة. صحيح. إن ربنا أعطانا الأيادي دي رحمة بنا. وبعد ما حضرتك بتخلص معهد الأورام بتروح تزور بقى الأحفاد لا لا.
انا قلت لك ليه طقس خاص. كويس. عندي في شعبي. احكي عليه بقى من الاول. يعني عندي شعبي. خلصت الصلاه؟ عندي شعبي. في ناس اول عيد عليهم كان عندهم حد من انتقل مات يعني. ازورهم العيد. الناس اللي اول عيد عليهم عندهم كان عندهم حياه وفاه اول عيد ازورهم واصلي معاهم واقول لهم ايه؟ يا جماعه النهارده عيد نفرح والمرحوم ما سابناش هو في السماء موجود واحنا بنعيد نطلب له الرحمه ويعني نكسر معهم اللقمه كده ولا حاجه. يعني بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا في شبرا من قبلها بثلاث اربع ايام بنشوف احتفالات والشوارع متزينه يعني الروح مختلفه، روح العيد في كل الاحياء الشعبيه مش في شبرا بس. والحقيقه شبرا ليها طبع خاص عشان نقول الحق يعني. طبعا شبرا بمسلميها قبل المسيحيه. الله اكبر. شبرا بمسلميها قبل المسيحيه. ايوه. صحيح. يعني تلاقي قبل الصرادقات والاحتفالات مسلمين. ايوه. زي المسيحيين يعملوا فرن الكنافه في رمضان. صح. وزي ما حضرتك بتقول في رمضان بنشوف برضه المسيحيين الحقيقه برضه بيشاركوا بشكل كبير في الصرادقات. طبعا. رمضان جانا. اهلا رمضان. دكتور يونس، الروح بتلاقيها مختلفة في يوم العيد والاحتفالات في العيد في شبرا باعتبار حضرتك من شبرا، وطول ما انت ماشي كل الناس بتعايد على حضرتك؟ طبعا. طبعا. هي دي مصر. هي دي مصر. مش هي دي شبرا، لا. هي دي مصر. هي دي مصر. بأي حتة. هي دي مصر. لما رحت كندا بقول لك كان ابونا انجيل السعد كان مستشارج، كان مديني معادي يقابلني في المطار، نزلت في المطار ما لقيتوش، عمال ادور على اساس ابو عم سوده مش لاقيه، فاخدت الشنطه وطلعت بره المطار وانا واقف منتظر، لقيت واحد جاي يجري عليا، قلت ابونا بعت لي شماس من عنده، فقلت يا عم انت؟ قال هركبك العربيه واوصلك. قلت انت اسمك ايه؟ الشماس اسمه، قال اسمه مصطفى. مسلم مصطفى. ايوه. قال انا مصري يا ابونا. أنا مصري يا أبونا. ماليش، أنا مسيحي. أيوه. ولا أنا مسلم. أنا مسلم. أنا مصري. أنا مصري. هي دي مصر زي ما حضرتك. هي دي مصر. أيوه. مصر الجميلة اللي ما بنعرفش في الأعياد زي ما قلنا في المقدمة، هو اللي بيعيد ده محمد ولا جرجس؟ هو ده عيد يا أستاذ محمد. هو الواحد لما عاوز نقل دم الدكتور يقول له عايز فصيلة مسلم؟ لا. صحيح. الله. إحنا دم واحد. حلو التعبير ده يا دكتور. إحنا دم واحد. حلو التعبير ده قوي. احنا دم واحد. ايوه. عشان كده بنحتفل مع بعض. الدمعه مفيش دمعه مسلم ولا دمعه نصراني. صحيح. الدمعه واحده. صحيح. الاحساس واحد. صح. ومصر الحقيقه على مدار التاريخ كله كانت حاجه واحده. عمر ما حد عرف يفرق الحقيقه. وعمر ان شاء الله ما حد هيعرف يفرق ابدا. دكتور يونس، لو دخلت مع حضرتك في التاريخ ونتكلم في حضرتك عامل دكتوراه في التاريخ مش كده؟ ايوه. بتشوف انه التاريخ اقرب لقلب حضرتك ولا الفلسفه؟ احنا جزء من التاريخ، والتاريخ لا يكذب لكن يتاخر. يعني التاريخ يذكر مع الايام ان الرئيس السيسي بنى كاتدرائيه الميلاد المجيد في العاصمه الاداريه الجديده دي. صحيح. ده تاريخ. ايوه. يمكن الاجيال اللي بعدنا تحاول تنسى او ينشغلوا بالغلب اللي مش عارف الايه، لكن هيفضل التاريخ يذكر. لكن يفضل التاريخ. ايوه. لكن التاريخ لا يكذب. لكن ممكن يحرف بعد مئات السنين ولا ما صعب؟ لا صعب. صعب. لاحظ مصر فيها ناس عقليتهم واعيه جدا للتاريخ. والتاريخ المعاصر حتى بالذات. يعجبني الدكتور مصطفى الفقي. رجل مخه حاضر بالتاريخ، بالهفوات
بالمواقف دكتور يونس، اكتر حاجة بتحب تعملها في العيد ايه؟ زيارة الملاجئ. زيارة الملاجئ؟ ايوه. دي بتبقى امتى بقى؟ من الساعة كام؟ يوم العيد. يوم العيد. أيوه. بعد زيارة معهد الاورام ولا قبلها؟ لا قبلها. قبلها الصبح. انت ما بتنامش بقى دكتور يونس؟ اه يعني يوم عيد الصلاة وبعديها العيد. ايوه. ما بتنامش؟ لا الصبحية بروح عايد على البابا. بابا صغيروس، وبعدين بطلع على المطرانية في شارع مراد سيدنا الاسقف انبا ساودوسيوس. كويس. بروح عايد عليهم. وعايد على عمال بقى اوزع دي كده. وبعدين تطلع الملاجئ. وبعدين ايه، وبعدين اروح معهد الاورام. بكلف حد من المحبين يعمل الوجبات اللي انا بوزعها دي، بيفرحوا بيها المعينين الغلابه. طبعا. وهي التكافل زي ما حضرتك بتقول، يحسوا بالعيد يعني زي ما احنا نعيد هم كمان يعيدوا. ما انا بعمل ايه؟ باخدهم في عنبر فاضي. نقعد مع بعض، اقعد اكل معاهم. طيب دكتور يونس، الحقيقه الحلقه بتجري مع حضرتك جامد جدا، وانا مستمتع قوي. كل سنه وانت طيب. كل سنه حضرتك طيب. مستمتع سواء بالكلام عن عيد الميلاد او عن التاريخ او عن الفلسفه، وفرصه كبيره ان حضرتك موجود. يعني ايه فلسفه؟ يعني ايه فلسفه؟ فلسفه كلمه يونانيه، فيلوسوفي يعني محب، فيلو يعني محب. فيلو محب. ايوه فيلو محب. عندنا اسمه فيلوباتير. وفيلمون وفيلوسيوس. فيلوسيوس يعني محب الله. وفيلوباتير محب الاب. وفيلمون يعني محب الاله امون. فيلو يعني محب، سيوس واحنا بنقول ايه؟ صوفيه. الصوفيه. عندنا اسم صوفي. صوفيه يعني حكيمه. حكيم. بس مش حكيمه تدي حقن. حكيم يعني متصف بالحكمه. كل سنه وحضرتك بألف صحه وخير وسعاده. متشكر حاضر. واخر كلمه لازم تكون كلمه حضرتك. حضرتك عايد على مصر كلها بقى، وتقول لهم ايه؟ اقول للرئيس السيسي ربنا يعينك علينا، وما ننساش ان احنا اصلا فرعنا، ما يعجبنيش العجب. واقول لبابا كل سنه وخلاصتك طيب، ربنا يطول عمرك. قول سيدنا الانبا ساودوسيوس كل سنه ونافتك طيب ويثبتك على كرسيك. واقول لكل اخواتي وحبايبي، واقول للاستاذ محمد كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. التلفزيون المصري وكل فئاته وكل ادواره وكل طبقاته وكل قنواته، ربنا يعود عليكم الايام الخير والبركه. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. دكتور القمص يؤنس كمال، كاهن بمطرانيه الجيزه، استاذ الفلسفه بكليه اللاهوت، كل سنة وحضرتك طيب، وكل ثانية وحضرتك بخير. شكرا يا استاذ محمد، كتر خيرك. مشاهدينا الكرام، كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد الميلاد المجيد عيد لكل المصريين. كل سنة وكلنا بألف صحة وخير وسعادة. استوديو الشارع هيفضل شعره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري.